ترامب والجنرالات من يحكم أمريكا؟ ده سؤال مهم، إنما طبعا علم السياسة عنده إجابة مستمرة في السلطات الثلاث، في البيت الأبيض السلطة التنفيذية، في المحكمة العليا السلطة القضائية، في الكونجرس السلطة التشريعية، والبعض بيتكلم عن جماعات الضغط وعن الجامعات ومراكز البحث والمجمعات الصناعية العسكرية وما إلى ذلك. إنما مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج قال إن ترامب مثل الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا يملك ولا يحكم، وإنه ما فيش سلطة حقيقية في إيد الرئيس ترامب، وإن هو بالضبط زي ملكة بريطانيا ليس في يده قرار الحكم، وإنما هو يملك ولا يحكم زي النظام الملكي البريطاني. وقال جوليان أسانج إن في الحكومة الموازية في أمريكا، وإن جنرالات البنتاغون هم الذين يقررون في نهاية المطاف وهم يريدون الحرب. البعض بيقول إن البنتاغون وزارة الدفاع الأمريكية والجنرالات في أمريكا يريدون إلقاء قنبلة نووية على كوريا الشمالية أو الحرب في كوريا الشمالية. مراكز دراسات بتقول إن وزارة الخارجية ضد الحرب وتميل إلى التفاوض وإلى العمل الدبلوماسي وإلى الضغط الاقتصادي، ضغط على الصين وروسيا وما إلى ذلك من وسائل الضغط. إنما البعض بيقول من كبار المحللين في العالم إن البنتاغون ربما يريد أن يصل إلى الحرب. طيب ليه البنتاغون ممكن تكون من مصلحته الحرب في أمريكا؟ وده تحليل يحتمل الصواب والخطأ. نمرة واحد، إن البنتاغون ممكن يعتبر إن كوريا الشمالية ميدان لاختبار نظام الدفاع الجوي الجديد، بمعنى ما حصلش قبل كده إن في دولة أطلقت صواريخ عابرة للقارات وتم إسقاطها، فيبقى لأول مرة هنشوف الدفاع الجوي الأمريكي لما يواجه صواريخ باليستية بعيدة المدى من كوريا الشمالية لما تنطلق، إزاي ممكن تنجح منظومة ثاد للدفاع الجوي في كوريا الجنوبية وهي منظومة أمريكية في إن هي تعترض هذه الصواريخ. فدي بروفة عملية، ميدان عملي، حرب حقيقية، إزاي ممكن أمريكا تعترض الصواريخ بعيدة المدى. نمرة اتنين، ده كمان ميدان عملي وبروفة نادرة ما تتكررش، إن أمريكا لأول مرة في التاريخ هتضرب دولة نووية. قبل كده ضربت العراق، ضربت ليبيا، ضربت دول أخرى، كلها دول كانت جيوشها محدودة وما عندهاش قدرات أسلحة دمار شامل. إنما دي هتبقى أول مرة أمريكا تتدرب على ضرب دولة نووية. نمرة ثلاثة، إن إذا أمريكا نجحت في اعتراض صواريخ نووية وضرب مراكز نووية وتفجير قنابل نووية أو الاستيلاء عليها في أماكنها واعتراض صواريخ بعيد، إذا نجحت أمريكا في كل الكلام ده مع كوريا الشمالية يبقى دي بروفة، أدي نجحنا في ضرب دولة نووية وهزيمتها، دولة نووية صغيرة. يبقى إذن دي بروفة زي ما قالت بعض الصحف الروسية إن أمريكا تقدر تضرب روسيا فيما بعد بقى كدولة نووية كبيرة. اللي يقدر يضرب دولة نووية صغيرة يقدر يستخدم هذا العلم وهذه الخبرة وهذه التجربة الميدانية في إن هو يدير حرب مع دولة نووية كبرى، وبالتالي ممكن تكون الحرب مع كوريا الشمالية هي بروفة للحرب مع روسيا. أخيرا في هذا التحليل، إن لما يحصل ضربات نووية في كوريا الشمالية في من بين النتائج الإشعاع النووي، الإشعاع ده هيبقى موجود في الصين، في اليابان، في كوريا الجنوبية، في روسيا. طب هذا الإشعاع النووي يتم دراسته وتعرف أمريكا بالضبط حجم الإشعاع ومستواه وتأثيره، وبالتالي برضو ده بروفة لدراسة تفاصيل الحرب النووية بما فيها الإشعاع النووي. إذن يرى البعض أن البنتاغون ربما يميل إلى حرب في كوريا الشمالية باعتبارها تجربة عملية وبروفة ميدانية لإدارة حرب مع دولة نووية كبرى بعد النجاح في إدارة حرب مع دولة نووية صغرى هي كوريا الشمالية. بعد هذا التحليل
فيه ثلاث فيديوهات ممكن يوضحوا لنا جانب ممن تعرضنا له بالشرح. نمرة واحد، تلفزيون في كوريا الشمالية بيعلن النجاح الباهر بأن كوريا نجحت أن هي تفجر قنبلة هيدروجينية. دي مذيعة كوريا الشمالية الأولى اللي كل الأخبار المهمة في البلاد هي بتعلنها نفس المذيعة، إنما إلى الآن كوريا الشمالية لم تعرض مقاطع فيديو حقيقية لعملية التفجير الهيدروجيني، إنما توجد تجارب سابقة لها صور تلفزيونية وهذا مشهد لتفجير قنبلة هيدروجينية مثل التي فجرتها كوريا الشمالية. وطبعا فرحة غامرة في كوريا الشمالية بهذا النجاح الكبير، والشعب خرج لتكريم العلماء الذين نجحوا في تفجير القنبلة الهيدروجينية الكورية الشمالية. الأزمة في كوريا الشمالية، العالم كله تضرع إلى الله بالدعاء أن يحفظ العالم. حفظ الله الجيش، حفظ الله مصر.